يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يشكل علي أمر، وهو أن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، هل هذا على إطلاقه حيث قال الله سبحانه في القرآن وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى وغيرها من الآيات التي تضيف القول إلى الأنبياء ابتداء، فهل هذا يخالف القاعدة؟ هذا قول إبراهيم ذكره الله جل وعلا، قول إبراهيم حتى قول فرعون ذكره الله، قال أنا ربكم الأعلى، الله ذكر أقوال الصالحين وأقوال الكفار والمشركين، لكنه كلام الله جل وعلا. نعم، وإن كان ذكر أقوال الخلق فهو كلام الله. نعم.